احتفل الكشاف الإسلامي الجزائري بولاية ورقلة هذه السنة ببرنامج ثري تميز بالعديد من الورشات والندوات والمسابقات كانت على مستوى الأفواج الكشفية وولائيا اختتمت خلال هذه الأيام الثلاث 25-26 واليوم 27 ماي 2024. كانت الفرصة من أجل اللقاء، الفرصة من أجل إحياء المناسبة، الفرصة من أجل تذكير أبنائنا وشبابنا، من أجل الحفاظ على أمانة الشهيد.